السويج عندنا يعني واحد الحلاوة خاصة، خصوصا خا يعني كتلعب في أفريق، واحد الحلاوة عندنا بوحدها رغم الظروف صعيبة يعني لعبنا في المنقاص شوية، الرطوبة طالعة بزاف، وجرينا الماتش الحمد لله مزيان، عارفين كيفاش نجريو الطريقة الذكية، وتبعنا التعليم ديال الصطاف ديالنا، والحمد لله جاب الله التيسير، يعني كنا قراب أننا نسير المباراة يعني في قبل ضربة الجزاء، ولكن ربي يعني خير ما خسر الله ربي يعني. كيفاش حضرت لضربة الترجيح؟ كيفاش حضرت لضربة الترجيح؟ ضربة الترجيح يعني خاصها تركيز كبير، كانت يعني عمل وتركيز وهو هادشي اللي كاين، وربي هو تيسخر والحمد لله. بالنسبة لك الشقة خويا حمزة اللي في 76 شفناك بلي متكثر وما بغيتش تخرج، كثر تعاود الصراحة الضربة اللي جاتني في راسي يعني تكسحت وجاتني سميتو الدوخة، وقدرت في الأول ما كنتش كنعرف راسي يعني شنو واقع ولا شي حاجة، يعني حتى بقيت كان يعني كنركب بيني شوية بشوية عاد بحال اللي رجعت للوعي ديالي، والحمد لله على كل حال يعني ما بغيتش نصاحب صحابي يعني كنت معاهم صحابي. شكرا. فيليسيتاسيون خويا حمزة.